عرفنا على مدى تقدم نسب الإدماج لهذه المنتجات لدى كوندور وسبل الشراكة مع الشركات المصرية خاصة في مجال الطهي والطبخ التي نعمل فيها ما بين يعني فرق التطوير والبحث الخاصة بكوندور مع فرق البحث والتطوير في دولة مصر الشقيقة. افتتاح ووضع في الخدمة أو تدشين أو وضع تحت تصرف الزبائن هذه النقطة تحت عنوان بروكسيما، ولاحظتوا معنا من خلال العرض أنها يعني نقطة تم إدخال فيها كل آليات التسويق العصرية، سواء من السلاسة للإقبال نتاع المواطنين، وكذلك كيفية يعني إيصال السلع والخدمات إلى الزبائن في أماكن إقامتهم، إلى الآليات الأخرى المرتبطة بخدمات ما بعد البيع، بالإضافة إلى السلاسة فيما خص التمويل من خلال التعاقدات مع عدة مؤسسات بنكية حسب الطلب. يعني لي السعادة الكبيرة أن أنا دعيت لافتتاح هذا المفهوم الجديد في التسويق بالنسبة لمنتجات الأجهزة الإلكترونية في الجزائر، ومفهوم يعني كما يحمل شعاره يعتمد على مبدأ توفير وسائل الراحة للأسرة الجزائرية بحيث تستطيع تلبية كافة احتياجاتها وطلباتها المنزلية إما من خلال المتجر الواحد أو من خلال الطلب عبر المنصة الإلكترونية.